السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون منه بشكل كامل. اليوم إن شاء الله موضوعنا راح يكون اللي هو على الراحة وأيضاً المساج وأيضاً الفوم رولينج. طبعاً بالنسبة حق الفوم رولينج اللي هو من أهم الأمور اللي أنت لازم تمارسها، وكذلك عملية المساج والراحة لازم يكونون في روتينك أو جدولك الأسبوعي للتمرين. طبعاً بالنسبة حق الفوم رولينج اللي هو عبارة عن الجهاز الفوم أو نفس الفلينة الدائرية، هذه دائماً ما يسوون فيها مساج حق جسمهم. طبعاً من أهم أمور المساج اللي نتكلم عنها بشكل عام، المساج أول شيء راح يشيل لك التوترات اللي بجسمك، راح يساعدك على اللي هو تحسين أدائك الرياضي بشكل كبير وغير متوقع، يبعدك عن الإصابات اللي أنت تصاب فيها الإصابات الرياضية، كذلك يساعدك على تقليل الإصابات أو الآلام، آلام الإصابات الرياضية اللي ممكن تواجهك، وكذلك يساعدك على اللي هو ضخ الدم في الجسم بصورة كبيرة، خصوصا إذا الجسم كان تعبان فعملية ضخ الدم ما راح تكون اللي هي بصورة طبيعية أو بصورة كبيرة، بس المساج راح يساعدك على أن ضخ الدم بصورة كبيرة. يعني ممكن الشخص يعني يقول لك لا، كيفية أنه يساعدني أو شنو الطريقة وشنو العملية أو أي طريقة أنه راح يساعدني على وصول الدم للجسم؟ أول شيء طبعاً عملية المساج، نقول المساج اللي هو السبورت مساج، دائماً ما يكون المساج بالأكواع أو بالحديدة نفسها. هذا المساج يساعدك على التخلص من العقد العضلية الموجودة في جسمك، وهذه العقد العضلية هي اللي تمنع تحبس الدم أو تمنع الدم أنه يمشي بالصورة الصحيحة. بسبب العقد العضلية تسبب لك آلام في جسمك، بسبب عدم وصول الدم بصورة صحيحة تسبب لك شد كبير في جسمك، يعني عدم تحرك الجسم على طبيعته بصورة كبيرة بسبب أن العقد العضلية هذه موجودة. وممكن أشخاص كثيرين يتأذون منها، وخصوصا لاعبين الرياضات اللي فيها جهد عالي بسبب الأوزان، بسبب الجهد عالي، فتسبب لهم هذه العقد العضلية. وممكن أن يحلها من خلال مثلا الأبر الصينية، الدراي نيدلز يسمونهم، هذه الأبر الصينية أيضا تساعدك على تفكيك العقد العضلية بشكل مباشر. وتلاحظ أنه ممكن لما الشخص أو يسوي هذه الأبر الصينية نفس المكان يكون فيه نبض بسبب هذه العقد العضلية قاعد تتبطل معك، يعني هذا نوع من أنواع أيضا المساج الصيني. فبالتالي أنت هني تحتاج مساج بصورة كبيرة، وكذلك اليوم سويت مساج، اليوم اللي بعده تريح جسمك. الجسم محتاج فترة الراحة، فترة أنه ياخذ راحته على يعني ياخذ راحته بشكل كامل ويستجمع قواه وطاقته، وأيضا الغذاء اللي يتناوله ما في شيء أنه يحرق هذا الغذاء، بالعكس في فترة الراحة قاعد ياكل الغذاء ويستفيد منه بشكل كبير. فبالتالي انتهني هذه أفضل طريقة أنك تحافظ على جسمك، وراح تلاحظ أيضا في تطور في جسمك من حيث السايز أو الحجم، وكذلك تطور من أدائك الرياضي أثناء تمرينك. حاول أنك تمشي عليها كل أسبوع وترك، يعني بالشهر مرتين تقريبا تسوي عملية المساج، وراح تلاحظ الفرق الكبير في جسمك. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم اليوم ان شاء الله تمارين في البار الموجود امامي. طبعا التمارين هذه تقدر تمارسها سواء تمارين منزليه او في النادي او اي مكان انت حاب تمارس هذه التمارين، طبعا اذا كان معك الجهازين اللي هو عباره عن البار
الخمسة كيلو بالنسبة لكل غرس منهم. أول شيء التمرين الأول راح يستهدف العضلة الخارجية للذراع اللي هي عضلة التراي. لاحظ طريقة التمرين راح تكون كالتالي: أثبت البار خلف رأسي بهذه الطريقة، أحرك بهذا الشكل. لاحظ استهدافي لعضلة التراي، وعدد الجولات يكون 3 جولات في 15 تكرار. الحين راح استهدف العضلة الأمامية للأكتاف. لاحظ طريقة التمرين راح تكون كالتالي: وأحرك بهذا الشكل، واستهدافي راح يكون بهذه المنطقة من الأكتاف. يعني حاول قدر المستطاع أنك ترفع الجهاز بهذه الطريقة وبهذا الشكل. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين حق عضلة الذراع، واللي هي تعرف في عضلة الباي. لاحظ بهذا الشكل أحرك الذراع، وأيضا حاول قدر المستطاع أنك ثبت المرفق بجانب الخصر. بمعنى هذه الطريقة خاطئة. لاحظ هذه الطريقة خاطئة، الطريقة الصحيحة بهذا الشكل. هذا التمرين حق تمرين أو يخص عضلة الباي اللي هي الذراع الأمامية. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين نوعا ما صعب، راح يخص منطقة المعدة، ولكن بالنسبة حق الأشخاص المتمكنين من اللياقة البدنية أو لياقتهم تكون عالية ممكن يمارسون هذا التمرين. لاحظ بهذا الشكل أنزل وبهذه الطريقة. لاحظ طريقة التمرين. هذا التمرين يستهدف لي عضلة المعدة، وأيضا عدد التكرارات تحاول ما أنها تكون 10 تكرارات في 3 جولات. ونفس ما ذكرت لكم الأشخاص اللي يمارسون هذا التمرين لياقتهم تكون عالية. لاحظ مرة أخرى أنزل بهذه الطريقة، أصعد بهذا الشكل. هذا التمرين الأخير. طبعا بالنسبة حق التمارين اللي قدمت لكم إياها تمارين تقريبا حق عضلات الجسم بالكامل، أو العضلات العليا نقول للجسم بالكامل في الجهاز الموجود معي. وهذه كانت تمارين، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.